ايس ما تتعين ها وايس ما تتعين ظلت بيع الشاي ايس ما تتعين ظلت بيع الشاي. لا ان شاء الله من خلال مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا. تخريج انا خريج ابتدائيه وانا هنا يعني قاعد يجار والعيشه صعبه هناك. انت ومرتك جاله؟ لا كلهم اهلي بالناصريه يعني قاعد هنا بوحدي كل شهر الا اروح لهم ومن خلال قناتكم اطالب بتعييني بالجيش باي بالعسكر لان انا صاحب عويل والوالد متوفي وعندي 11 نفر بلكت الله من خلالك توصل رسالتي متزوج وعندي اطفال اثنين مهدي وريتاج. والوالده؟ ها؟ داير بالك على الوالده؟ شلون امشي الوالده؟ ايش عندي غيرها؟ وانا كل شهر الا اروح لهم تاخذ اليوم هنا تبقى هنا وتلم لك مصيرف الشهر هنا اظل واروح لهناك خمسة ايام واجي يعني حتى ما شابع من اهل وناسي. وان شاء الله هاي رسالتك نوصلها لقناه الايام الفضائيه وللساده المسؤولين ونقول لهم عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير. وايضا اسم بخير؟ اسم سلام شعلان. سلام سلام شعلان. سلام شعلان يقول كل شيء بس هاي تقول عيش بعد ما يجيك تعيين. ان شاء الله. لا ان شاء الله من خلال قناتكم المحترمه احنا راح نوصل رسالتك للساده المسؤولين. نشكر قناتكم المحترمه ونشكرك انت بالذات ونشكر الكادر وان شاء الله راح البس هالبدله بزودها للغيره اليوم وراح البس هالبدله. اتمنى وكون البسها اتمنى وكون البسها وتنومس بيها اتمنى وكون. شكرا لقناة الأيام وشكرا للمصورين والإعلاميين. أتمنى وكون الصور أتمنى وكون الصور وتفرح الخيقان أتمنى وكون الصور وتفرح الخيقان. كل زين. هذا شعار لأهلي وناس الطيبين أهل ذي قار. الله تحياتنا لذي قار وأهل ذي قار وكل محافظات العراق وأيضا لا ننسى كردستان مو بس العراق كردستان الحبيب هنا على راسنا والعاصمه الحبيبه. انت انسان طيب ومحبوب العراقيين وانا فرحت من شفتك. تحياتنا لك وللعائله وان شاء الله ترجع والسنه الجايه حنسوي لقاءات ونشوفك ان شاء الله موظف في الحكومه وفرحان مو ترى مو بعيده ان شاء الله. ان شاء الله العراقيين الطيبين والشرفاء موجودين وان شاء الله يلبسون البدله العسكر. اها بيوم تعين والله اها بيوم تعين والله بيوم تعين والله ها بيوم تعين نسوق رايه وللعباس بيوم تعين والله نسوق رايه وللعباس بيوم تعين.